بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ حازم، سكريبت ما شاء الله روعة، هني نقدر نسوي له الداونلود. خلنا نطبقه. هني عندي مشهد عادي. خلنا نسوي راوند 10 راوند. نروح على انيميشن، انيميشن تيرن تيبل، تفتح لنا الاوبشن بوكس، نقول له نبي 180 على كثر ما تبي، بس انا 180 فريم بس عشان تيست. نقول تيرن تيبل. الحين اذا ضغطنا بلاي راح نشوفه يمشي 180 فريم لفه كامله بالطريقه هذه. الحين اذا عشان نفعل السكريبت نروح هني بالسكريبت اديتر، او موجوده هني اعتقد سكريبت اديتر. هذا هو سكريبت اديتر، هني من هني ممكن طلعه نفس الطريقه. المهم مو على الميل، نروح على البايثون. نقول له فايل لود سكريبت. شوف وين حطيت الملف، انا حطيته على الديسكتوب، يبناه من الديسكتوب. نقول له اوبن، عطانا اياه هني. هني الحين نحطه على الشلف، نقدر نقول له فايل سيف سكريبت وشلف، نعطيه اسم. نلاحظ انه طلع عندنا هني. الحين ضغطنا عليه راح نلاحظ ان الكاميرات حط التيرن تيبل ويا البرسبكتيف نفس الطريقة. وهني عندي انا رندر باسز، حطيت على رندر باسز كلر سميته. نضغط نقول انا بي هذا اللاير رندر لاير، ونعطي اسم ونقول له نحدد له من الفريمات، نقول له من 1 مثلا الى 180 اللي هي التيرن تيبل، ونقول له رندر. لو بنعرف وين ممكن يقط الملف نروح على رندر سيتنج، نلاحظ ان هني مكتوب يوزر باسيمان دوكيومنت مايا بروجكت ديفولت، البروجكت مالي داخل ايمجز كلر تيرن تيبل. اوكي، ونقول له الحين رندر باتش رندر. نلاحظ انه قاعد يعمل رندر. هذه شبيهة تقريبا بالرندر اللي بالماكس، ان تشوف انت الفريم اللي قاعد يترندر. يعني انا يمكن الحين مسوي هاردوير رندر فسريع، انما بالرندر الفاينل اكيد راح يكون له سيتنج غير وابطا، راح يصير كل فريم ابطا من الحين. يعني تقريبا الحين بيخلص الرندر 180 فريم تيرن تيبل على ريفلكتد سبايدر مان. اوكي، الحين علشان نروح على تقريبا بيخلص، الحين خلص نروح على مكان الرندر. قلنا بماي دوكيومنت مايا بروجكت ديفولت ايمجز تمبرري فايل كلر تيرن تيبل، نلاقيهم هني 180 فريم. اذا شقلنا فريم ونقول له فايل اوبن انيميشن من رقم 1، نلاحظ انه عمل لنا الرندر بشكل سريع.